الطعام والغذاء هو أحد المقومات لاستمرار الحياة ما دمنا نحافظ على توازن في تناوله واتباع أنماط غذائية صحية حتى لا يحدث اختلال يتسبب لنا بمضاعفات صحية قد تكون عواقبه وخيمة كان بالإمكان تجنبه. أي الطعام والشراب نتناول؟ أي سعرات حرارية فيه؟ وما المكونات الأساسية التي يجب أن يتضمنه؟ كل هذا وأكثر سنتحدث فيه مع أخصائية التغذية سهير سلمان منير. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيك يا عمتي. كيفك؟ تمام؟ تمام. غالبيتنا يا سهير وخاصة في هاي الفترة نلتهم ما يقع في يده، يعني نخلط أصناف ببعضها، يعني هذا ممكن يسبب لنا سمنة وإرهاق وتعب في النوم وقلة نوم لاحقاً، أمراض مزمنة ممكن في المستقبل، وكل ما ممكن إنه كيف ممكن نضبط أنفسنا لما منشوف طبعاً هاي الولايم يعني اللي عم نعملها. صعب الإغراءات كتيرة طبعاً. هذا هو. خاصة إنه اليوم عن جد الإغراءات كتيرة وفي إشباع وفي في ملان طعام متوفر عنا رغم الغلاء المعيشة اللي موجود. مع هيك اللي حكينا عن شوي طبعا انا سمعت على فكرة اللي كان قبل شوي. بس بالنسبة للأكل، الأكل تعرفي معاد فيش هالعملية السحرية يعني اللي هلأ بيجوا بيقولك انه انا بدي انزل بميزاني او انا بدي اضبط حالي او بدي ادير بالي على توازن صحي. هو الأهم إنه إحنا نعرف كيف نأكل وشو نأكل، والتوقيت معاد كتير مهم بالأكل. يعني هلأ يعني إحنا لما بنحكي كل الوقت بنقول إنه إحنا مفروض نأكل عدة وجبات صغيرة خلال النهار. هاي بتعطينا أول إشي، خاصة وجبة الفطور ما نتنازل عنها، وجبة الفطور كتير مهمة، هاي بتعطينا طاقة لكل النهار. هلأ لما أنا بأكل وجبات صغيرة خلال النهار أنا ما بعود أعوز ما بعود في حاجة لإني أتواجد وأكل شغلات تانية من كل اللي بتوفر حوالينا أو كل شيء بعطوني إياه. كمان شغلة كتير مهمة، إذا بدنا نحكي عن اليوم الوفرة اللي موجودة بالمشروبات الغازية، المشروبات اللي حكيت قبل شوية عن السمنة، السمنة مش بس من الأكل، كمان المشروبات الغازية، يعني كل المشروبات الغازية كل كاسة مشروب غازي فيها 6-7 معالق سكر. يعني أكثر المحلى اللي أنت عم تحكي عنها؟ طبعاً أنا بحكي أكثر محلى، يعني مثل مش بس العصائر، يعني بقول لك في عصائر طبيعية، ما في إشي عصير طبيعي اسمه إلا إذا أنا بعصره بالبيت وبشربه طبيعي، هذا اسمه عصير طبيعي. أما إنه إذا كل الأشياء اللي موجودة بالأسواق وكل المشروبات الغازية مثل الكولا مثل الكنلي كل العصائر اللي موجودة فيها كميات هائلة من السكر. في دراسة عملت هلأ بحث جديد وبيقول إنه الناس اللي بتشرب أكتر مي، يعني إحنا بنحكي على بين 10 ل 12 كاسة مي يوميا، وعادة الناس يعني في ما بتوصلها يعني هلا في هالكميه. هلا انا بدي اعطيكم نصيحه كيف تشربوا هاي الكميه. يلا اعطينا نصيحه. بس قبلها بدي اقول لك الدراسه بتقول انه كل الناس اللي بتشرب العشر كاسات مي اللي صعب جدا نشربها بتمنع احتمال 41% احتمال اصابه بجلطات دماغيه وبامراض القلب، وعلما انه مرض القلب هو المكان الاول للوفيات بالعالم. وطبعا وضع المجتمع العربي من ناحيه صحيه احنا بنعرف مش احسن ما يكون. نعم. كيف نشرب كاسه ماء؟ كيف نشرب هذا السؤال. لما انا بحط قنينه مي اللي لتر ونص او لترين قدامي بدي اطلع عليها هالقد طولها كبير هذا بدي اشربه، اكيد مش رح اشربها. بس لما انا كل وانا رايحه جاي احط كاسه صغيره، اصب كاسه وتشربيها كل يعني ربع ساعه 20 دقيقه اشربي لك كاسه. اما يعني تحط في قنينه محدده يعني عشان تعرف الكميه بالضبط. انت في اناني اليوم كمان خاصه للاولاد، اولاد المدارس هلا والاولاد الاطفال اللي بالشوارع اللي ما بيشربوا مي عادة. طبعا احنا كل ما بنكبر بالجيل معروف انه نسبة العطش بتقل بالضبط. كل واحد يشتري لك كاسة قنينة هيك حلوة وخليها معاكي وانت بتصيري تشربي كل مرة شوي، زي كيف بحطوا الانفوزيا نتفي نقطة نقطة هيك. ممنوع نحس بالعطش باللحظة يا جماعة، باللحظة اللي منحس بالعطش هاي بداية جفاف،
فمش لازم نشعر خاصة إسا يعني الطقس إسا إحنا أحمى وإحنا فايتين طبعا فايتين على فصل صيف. كمان ما ننسى الفواكه، الفواكه فيها كتير سكريات مظبوط ما نكتر منها، إحنا مش بحاجة لأكتر من 3 حبات فاكهة يوميا. يعني مش لازم العنب 40 شاكل 40 العنب 40 يعني أنا الكاسة هاي الكاسة اللي معك إذا بتعبيها مثلا بعنب ممكن تأكل هاي الكمية اللي أنت بدك إياها، أنت مش بحاجة لأكتر من هيك. يعني تحطي تأكل كمية صغيرة من الفاكهة، بطيخ في ناس مثلا بتحط لك شط فتيخ بدها تأكل كل الصحن، هذه كمية سعرات حرارية كتيرة. المهم أنه أنا ما أفوت على جسمي سعرات حرارية زيادة. كيف أنا بدي أعمل هاي الشغلة؟ اول شغله نصيحتي للجميع بقول انه مفروض احنا نركز بوجبه الطعام. لما انا بركز بوجبه الطعام مش بالكمبيوتر ولا بالتليفون ولا بالتلفزيون، لا بس يكون معنا اله حاسبه. ليش؟ عشان انه دائما نحسب قديش فيها سعرات حراريه ونشويات وسكريات وغيرها. هاي كمان غلط، هاي كمان غلط، لانه اذا انا بدي اقعد ماشي مع اله حاسبه بصير توتر عندي وبصير اصعب يعني كمان علي هاي الشغله. فمش مفروض انه انا عايشه الأكل. تنضغطي أكتر بتصير بدك تحسبي أكتر، بس أنت مرات معاد باكل الواحد كميات وسعرات حرارية زيادة اللي أنت بتشعريش فيها. عشان ما توصلي لهالمرحلة لازم من أول ما بتصحي لحد ما لحد الساعة 5-6 تأكلي كل مرة وجبات صغيرة. لما أنا باكل وجبات صغيرة أول شيء بتعطيكيش مجال إنك تجوعي، تاني شغلة عملية الهضم بتكون أحسن وأفضل، وتالت شغلة أنت بتحرقي أكتر سعرات حرارية بهاي العملية. والتركيز بالوجبة كتير مهم ومجربة. وحكيتي كمان من ناحية أوقات، يعني قلتي إنه كتير مهم الوقت. طبعا الوقت كتير مهم، كتير يعني مهم من الوقت. أي ساعة لأي ساعة، يعني أول ما بتصحي مثلا تشربي كاستين مي الصبحيات، بعد بشي ساعتين تفطري فطور مرتب اللي فيه عناصر غذائية مهمة، البروتينات كتير مهمة، الكالسيوم كتير مهم، الحديد كتير مهم تكون موجودة بالوجبة الفطور. يريح الجسم بعد وجبة الفطور بشي ساعتين تكتي لك حبة فاكهة يعني مش غلط. بين لبين مي نشرب كاسة أو كاستين، كل مرة نشرب كاستين مي بساعدنا على أنه أحرق أكتر سعرات حرارية وأحرق أكتر كالوريز. وما ننسى كمان الرياضة. احنا بتعرفي مشكلتنا احنا انه احنا مش كتير مشاكل مش كتير بنعمل رياضة احنا، وخاصة كمان للمشغولين. يعني بهمني كمان اسمع للعاملين، يعني الام العاملة البي اللي مش موجود كل النهار طبعا في الشغل وبيوصل في الليل. ف انا هدول نصيحتي للعاملين، يعني انا واحدة منهم اللي بنطلع من الصبح دايما ياخد معاه علبة اللي فيها خضرة. هلا الناس اللي بسرعه الصبح اكيد ما في وقت، ما في مجال انه انا احضرها، بحضرها قبل بيوم. قبل بيوم بحضر اقطع هيك خضره وفواكه حطيها بعلبه، بضلك كل ما بتجوعي تاكلي لك تاكلي شوي. والوجبه كتير مهمه، يعني انه اذا تعودتي تاكلي الساعه 12 كتير مهم انه انا اركز بنفس الساعه الوقت. احنا كيف انا حكيت لك احنا كمان الحركه، قله الحركه وقعدتنا على بال الكمبيوتر وشغلنا بالمكاتب كمان هذا ما بيساعد لاني احرق سعرات حراريه. فعشان هيك مشي كل يوم، مش بالضروره اعمل رياضه قاسيه، مشي كل يوم 20 دقيقه نص ساعه بساعد كتير على اني احرق من السعرات الحراريه. نعم. سؤال، كيف ممكن نتغلب هيك على نفسنا باقناع نفسنا انه ممكن مش لازم ناكل الحلويات، او مش عارفه، او ممكن انه يطلع لي خلال النهار قطعه شوكولاته يعني ما بقدر انه بدون، او انه نبتعد عن كل موضوع الحلويات السكريات الخبز الطحين الابيض؟ اول شيء تعال نبلش بالحلو بعدين ننتقل للخبز. يلا. الحلو مش مفروض انا احرم حالي من الحلو، مش لازم نحرم حالنا من الحلو، تقدر تاكل حلو وتتهنى بالحلو كمان، بس الكميات تكون كتير قليله. والتوقيت كمان مره، يعني لما انا بدي اكل حلويه بدي اتحلى صحن كنافه او حبه شوكولاته او كعكه، خليها مش بعد وجبه وجبة غدا تقيلة، لا استنوا شوي، طولوا روحكم شوي هيك تتغدوا ترتاحوا شوي، يعني ممكن بعد ساعة أو ساعتين حتى أكل قطعة الحلو، فساعتها ما بتدور. كمان شغلة، ومش كل يوم، نعمل توازن. يعني ممكن أنا أكل مرة أو مرتين بالأسبوع حلو، بس مش مفروض كل يوم أكل حلو. ومش الحلو يكون أكلنا، مش يكون بديل للأكل يعني، بس إنه ما نحرم حالنا من الحلو. أصلا مش مفروض نحرم حالنا من ولا إشي،
بس انه الكميات تكون قليله. وبتعرف الشوكولاته يعني بقدرش الواحد يستغني عنها، خاصه الشوكولاته المره، واثبت انه الشوكولاته المره هي صحيه ومش شيء مش شيء مضر، وبعدين بتحسن المزاج يعني، فاكيد ما نحرم حالنا من الحلو. بالنسبه للخبز، طبعا الخبز الابيض شيء مش صحي، لانه الخبز الابيض فيه نسبه سكريات كتير عاليه. بضل افضل انه انا اكل الخبز الاسمر، الخبز النخالي، الخبز الحنطه السوداء. اليوم في انواع لا تعد ولا تحصى بالاسواق، انواع خبز القمح دائما بضل افضل من الخبز الابيض، لانه فيه الياف. الفرق بينه وبين الخبز الابيض يفتقر للالياف، بالتالي سعرات الحراريه بتكون اعلى والسكر بيكون اعلى، هو سبب للسمنه. الالياف بتعطينا احساس بالشبع اول شيء، بتساعد على عمليه الهضم، وكمان بتحرق اكثر سعرات حراريه وبتوازن السكر. هلا ما هذا ما بيقول انه الخبز الاسمر فيه السكر، لا فيه سكر بس النسبه اقل بكثير من الخبز الابيض. فدائما افضل انه احنا ناكل خبز ابيض ومش خبز اسود ومش خبز ابيض. نعم. اليوم عم نسمع سهير كثير هيك انواع رجيم والعديد من الصيام المتقطع و الى اخره، هل كل المعلومات اللي بتوصلنا صحيحه دقيقه، في لها مصداقيه ولا شو عم بيصير؟ وكيف ممكن تلائمنا يعني طبعا حميه كهذه او ممكن ما تلايم كمان جسمي او ما تلايم نظام يومي؟ اكيد بتعرفي قبل شوي ورا الكواليس كنا نحكي هلا عن الحميات الغذائيه. اول شيء بدي اقوله انه مش كل معلومه مكتوبه هي صح، يعني كمان تعرفي السوشيال ميديا اليوم صار كثير معلومات بيعطينا، وبعدين مش كل شخص بلايمه، يعني ممكن انت يناسبك نوع معين من الرجيم شخص ثاني ما يلايمه، كل شخص وحالته الخاصه يعني فيها. اذا انا بدي اطلع على الكيتو او الصيام المتقطع، يعني كمان في اصول للدايت اللي انا بعمله. الكيتو معروف انه هو اجى لعلاج، بدايه كان علاج لمرض الصرع خاصه عند الاطفال. يعني الكيتو مبني على الدهنيات، والدهنيات نسبة كتير عالية. المشكلة بالكيتو للمدى البعيد هو مش صحي، للمدى البعيد ممكن يأذينا، ممكن يسبب لنا كوليسترول، ممكن يسبب لنا تسكير بالشرايين، الدهنيات بشكل عام يعني. فأنا ما بنصح بالكيتو. وإذا ولا بد واحد بده يعمل نوع من أنواع نظام معين، فما يضل لوقت طويل، يعني بعد فترة يرجع شوي للجسم. هلأ كيف أنا بدي أرجع لجسمي وأرجع من ما أنا كنت أكل بس دهنيات وأرجع لأكل خضروات وأرجع أكل عناصر غذاء الهاي، هاي بدها تدريجيا ومش مرة واحدة. يعني مش إنه اليوم قررت بعد ما خلصت أعمل حمية الكيتو بدي أرجع للنظام غذائي أبلش أكل كل ما هب ودب، لا، هاد ممكن يأذينا وممكن يأذينا أكتر. هاي واحدة. الصيام المتقطع بتعرفي كمان حتى لو أنا بدي أعمل صيام متقطع ما بيقول إنه أنا عم بسمع كتير، ما بيقول إنه أنا أكل شو ما بدي خلال النهار وبعدها أوقف أكل، هذا ما بيساعدنا. المفروض حتى لو أنا بدي أعمل صيام متقطع في له أصوله، مفروض إنه أنا أكل أكل صحي يعني بخلال النهار وبعدها أبلش أوقف الأكل. بس إذا بتسأليني إجمالا أنا مع إنه الواحد يعيش صح ويأكل صح، أو تأكلي خلال النهار وجبات صغيرة وبعد ساعة معينة توقفي أكل. هلأ إذا إحنا من جوع بعد ساعة 5-6 مش مفروض أن أكل وجبة تقيلة، وإذا ولا بد وجعت وبدي أكل فنأكل أشياء خفيفة، ممكن خضروات، ممكن كاسة لبن، سلطة لبن وخيار، ممكن صحن سلطة، ممكن أشياء اللي هي أشياء خفيفة وتكون خفيفة على المعدة. لأنه لما أنت بتنامي وبمعدة مليانة أنت ما بتعرفي تنامي. وعلى سيرة النوم كمان، النوم كتير بيساعد على أنه أحرق سعرات حرارية. يعني أنه أنا مفروض أنام طبعا، مفروض أنا أنام 7 ساعات على المدى خلال 24 ساعة، هذا كتير بيساعدنا. سهير، في مستحضرات طبية وخلطات يروج لها هنا وهناك إنه تنحيف وتخفيف الوزن، وممكن إنه شو رأيك بهذا الموضوع؟ هزيت راسي. أنا يعني ضد، تعرفي هاي يعني أنا ضد هاي. أول شيء في عوامل تجارية بالموضوع، يعني ما ننسى إنه في عوامل تجارية.
دائما الاعشاب الطبيعيه والخلطات الطبيعيه هي ممكن اذا عن جد هي ممكن تفيدنا. يا عمي تعالوا احنا اذا ولا بدنا ناكل، مالها الخبازه، ماله العلات، مالها نعيش على الطبيعه، ناكل اشياء اكثر صحيه واكثر طبيعيه، اكيد افيد من اني انا اكل مسحوق. هذا مع بقول لك مسحوق معقول معمول من الكركم، طب انا باكل بحط كركم بالاكل مش احسن؟ يعني اكيد اكيد بيكون افضل. فما تنغروا بكل الاشياء اللي عمالها بتشوفوها. كلمة أخيرة بتحب توجهها لكل عشاق الطعام وخاصة الأطعمة الدسمة والحلويات أنا مع أول شيء بوجه بقول لكل الناس ما تحرموا حالكم من ولا أي شيء ولا شغلة تحرموا حالكم منها. إذا أنا بدي أطلع على الهرم الغذائي مفروض أنه أكل من كل شيء، بس طبعا شوي شوي من كل شيء، يعني عشان أنا أعيش صح وأعيش نمط حياة صحي أنا مفروض أشرب مي بكمية كافية، أنا مفروض أكل من كل عناصر الغذائية، مفروض فوتوا على غذائكم حتى مع السلطة كل أنواع البقوليات كتير منيحة وكتير مفيدة وفيها بروتينات كتير عالية، وكل أنواع الحبوب يعني كمان ممكن ندخلها على نظام الغذائي. الرياضة كتير مهمة، شرب المي كتير مهم، ابتعدوا قدر الإمكان عن المشروبات الغازية، ما تحرموا حالكم من الحلويات بس شوي شوي. عيني عليك أخصائية التغذية سهير سلمان منير، شكرا لك على هذا اللقاء، ونحن بدورنا نتمنى دوام الصحة والعافية للجميع، فحافظوا على صحتكم لأنها أهم شيء بالدنيا. كنز كنز. شكرا لك. أهلا. إعلانات وراجعين. We'll be right back.